والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علشان نصرح بمعادلة، يعني علشان نعلن عن ان احنا عايزين ندرج function، في الاول احنا محتاجين ايه بالظبط يا شباب؟ اول حاجة محتاجين نكتب كلمة function. جميل؟ ممتاز. بعدها بنحط اسم الفانكشن، ولنفرض مثلا انا هسمي الفانكشن اللي انا هشتغل عليها سي، او بلاش سي، خلينا نقول مثلا اي ام فانكشن. حلو، جميل. وبعدين اروح فاتح البرينثيسيس. ممتاز، جميل. افتح البرينثيسيس، جواهم بنكتب ايه؟ جواهم بنكتب بارامترز. البارامترز ديت يا جماعه خاصين بالفانكشن دي اللي انا واقف عليها، تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني انا اقدر اعمل باسنج للداتا جوه الفانكشن، او اقدر امرر داتا جوه الفانكشن، بس ده مش هنحكي فيه دلوقتي. جميل. بعد البرونثيسيس هعمل ايه؟ هروح فاتح اتنين كيرلي بريسز. انا هفتح كيرلي بريسز واقفلها من تحت، وجوه المسافه ديت يا جماعه هنا ببتدي اكتب ايه؟ هنا بكتب اول ستيتمنتس او هير. حلو كده. يبقى جوه الستيتمنت هنا بكتب كل الجمل اللي انا عايزها، اللي هي السطور اللي بتنفذ لي الفانكشن اتسلف نفسها. حلو، نجيبها كده مره تانية بس بالراحه. ازاي بعمل ديكلاريشن للفانكشن؟ في الاول بكتب كلمه فانكشن، دي كلمه من ضمن الكلمات المحجوزه في الذاكره او محجوزه في قلب جافا سكريبت، زي كلمه فار بالظبط. وخد بالك ان حرف الاف ده مش كابيتال، تمام. وبعدين رحت بحرف بال او بكتب اسم الايه ده، خلينا نطلعه كده ونقول ان ده عباره عن الفانكشن نيم، ده عباره عن اسم الفانكشن تبعي. والاسم بتاع الفانكشن ده يا جماعه بيخضع للاسماء، يعني بيخضع للمعايير بتاع الاسماء. لو انت اخدت بالك كنت هتلاقيني كاتب حرف الاي سمول اهو، خلينا نقول اه، تمام. وبعدين حرف الاي كابيتال، وبعدين حرف الاف كابيتال، القصه بتاعت الكامل كيس. بعدين رحت فاتح اتنين برينثيسيس، ها، او فاتح برينثيسيس وقافلها. بعدين رحت فاتح كيرلي بريسز وقافلها في الاخر، تمام كده. وبعدين المسافه ديت بيسموها تقريبا، خلي لو حبينا نقول عليها كود بلوك، او هنا الكود راح يتنفذ، يعني في المسافه ديت كلها راح يتنفذ الكود بتاع الجافا سكريبت. حلو كده، جميل خالص. خلونا بقى ننفذ القصه دي بشكل عملي مع وجود مثال. انا فاتح كود بن يا جماعه علشان ايه؟ علشان الاكزامبل اللي انا بعمله يعني نشيره للناس بدل ما ناخد يعني عشان ما نضيعش. حلو، في الجافا سكريبت هروح انا اكتب كلمه فانكشن. حلو، جميل. وبعد الفانكشن هروح اسمي الفانكشن تبعي، وانا هسميها اي function. وعلشان نغلط القصه ديت، لو انا ابتديت ماشي اوكي، هو تحت بيدي لك علامه تعجب حمراء لان انت لسه ما كملتش السطر بتاعك. حلو، بعدين اروح فاتح البرينثيسيس، وبعدين افتح الكيرلي بريسز وهو يقفلها بشكل تلقائي، وهنا ببتدي اكتب النص بتاعي، تمام كده، ما فيش غلطات. حلو، نيجي عند موضوع الاسم ده. لو انا ابتديت الاسم بالرقم 8 هيقول لي لا ده في مشكله، لان انت عارف انك ما ينفعش تسمي الاسم بتاع الفاريبل او الفانكشن برقم معين، فده بيخضع لنفس القواعد اللي بتمشي على الفاريبل اللي بتمشي على الفاريبلز، تمام. والفانكشن الملخص بتاعها هي عباره عن اوبجكت اساسا، بس من نوع خاص شويه. حلو، اي ام فانكشن، هحط جوه منها مثلا حاجه بسيطه زي نقول كونسول دوت لوج، و هكتب فيها مثلا برضو اي ام، هكتب فيها برضو اي ام فانكشن، يعني حاجه بسيطه كده اي ام فانكشن. حلو كده، جميل. خليني اعمل سيف، وانا فاتح الكونسول من تحت اهو، يعني انا فاتح ملف الكونسول من تحت وما في اي مشكله. طيب هي كده الفانكشن تشتغل يا جماعه؟ لا، الفانكشن بنفسها ما راح تعمل اي شيء علشان انت لسه ما عملت لهاش كولينج، انت لسه ما نادحتش عليها. يبقى بالظبط زي فكره الفاريبلز، انت ممكن تعرف متغير وتعمل له ديكلاريشن وتحط له قيمه، بس لما تيجي تستخدمه لازم انت تنادي عليه. فانت عرفت لي فانكشن اسمها اي ام فانكشن، واديت او حطيت فيها كتبت كود معين، لكن انت لسه ما ناديتش عليها. نادي عليها بقى ازاي؟ ننزل تحت ونكتب الفانكشن اتسلف اللي اسمها اي
function واروح فاتح ما بين الاثنين اي حتى يشتغل بشكل تلقائي في الكونسول بمجرد من اني انا او اصلي بيعمل سيف اوتوماتيك على الكود بنت، فهو طلع لي النص اللي انا كنت حاطه في ملف الكونسول، وبكده هي ايه بتكون شغال. ده اول مثال عايزين نوضح بيه ازاي تعمل ديكلاريشن للفانكشن. يا رب يكون سهل وبسيط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.